الدكتور أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر هو موجود حاليا في البحرين وبيقابل رئيس الفاتيكان وبابا الفاتيكان، وكان ألقى خطبة منذ يومين وكان بيتكلم فيها بيدعو إلى حوار إيه بقى؟ مش بين الأديان ولا بين المسيحية والإسلام واليهودية، لا خالص، ده بيتكلم على حوار تاني إسلامي إسلامي ما بين السنة والشيعة. طبعا انت عارف الشيعة بيمثلوا حوالي قرابة 10% من تعداد المسلمين في العالم، بتمركزوا في دول بعينة زي إيران، جزء من العراق، ودماء كثيرة أريقت بفعل التناحر ما بين السنة والشيعة. السنة بتمثل حوالي 90% من سكان العالم الإسلامي. الدعوة اللي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر بتدعو لإيه؟ بتدعو إلى إن احنا نقعد مع بعض، إن احنا ننبز الاختلافات يعني، ولما نقعد مع بعض نقعد بقلوب مفتوحة، يعني مش قاعدين متربصين ببعض، أو نكفر الآخر يعني، أو نكفر الآخر. الأزهر في السابق أتاح تدريس المذهب الشيعي، لكن دعوة الإمام الطيب دعوة مهمة جدا، خاصة إنها جاية من يعني مشيخة الأزهر اللي ليها مكانة كبيرة جدا في قلوب المسلمين في العالم. عايزين نشوف رد فعل حتى من البعض هنا أو هناك، سواء من السنة أو الشيعة، على دعوة فضيلة الإمام الأكبر. معي على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر. مساء الخير أستاذ أحمد. نور يا أستاذ محمد، إزي حضرتك؟ أهلا بك. عايز أعرف لماذا جاءت دعوة الإمام الآن وفي هذا المؤتمر اللي بيحضره في البحرين؟ حضرتك تقصد أي دعوة؟ اللي هي يعني الدعوة أن يكون هناك حوار بين السنة والشيعة. هو فضيلة الإمام طبعا وجه دعوتين النهاردة، دعوة عامة تتعلق بالأخوة الإنسانية وتتعلق بالحوار بين الأديان، وطلب بأن لا يفقد رجال الأديان المؤمنين بالحوار الأمل، وأن يظل جولات الحوار هذه مستمرة، لأنها بتثمر وبتحرك كثير في المياه الراكدة. أيضا كان الأهم أن فضيلة الإمام أطلق الدعوة للحوار الإسلامي الإسلامي، ودعا علماء الشيعة إلى اجتماع مع الأزهر ومع كبار حكماء المسلمين. والأهم في هذه الدعوة أنها أولا لا تضع شروطا مسبقة، لكنها تضع سياق أخلاقي بفكرة التجاوز عن الصراعات التاريخية أو استدعاء التاريخ لإثارة الفرقة بين أصحاب المذاهب. الدعوة أعتقد أنها منطقية. هذا عن الدعوة، أنا بقى عايز أشوف رد فعل مثلا الفريق الشيعي الفريق السني. يعني الحقيقه احنا النهارده في البحرين كان في تجمع كبير من جميع علماء المسلمين الى جانب الوفد المسيحي، وكان في مرجعيات شيعيه معتبره، وكان في ترحيب كبير سواء من علماء المسلمين السنه او المرجعيات الشيعيه اللي كانت حاضره هذا الاجتماع. واعتقد انه الدعوه تفاجئ الصدى، خصوصا انه مجلس حكماء المسلمين نفسه هو يضم في عضويته مرجعيات شيعيه عربيه معتبره زي سماحه السيد علي الامين المرجع الشيعي اللبناني المعروف، وكان في الحضور في الجلسه التي اعلن فيها فضيله الامام الاكبر هذه الدعوه، وايضا في الجلسة المشتركة التي عقدت بين مجلس حكماء المسلمين وقراذلة الفاتيكان كان في مراجع شيعية، والجميع مرحب بهذه الدعوة. وأعتقد أنه في الفترة القادمة سيتم
الإعداد لهذا الحوار بشكل يضمن نجاحه ويضمن أنه يكون في استمرارية في هذا الحوار وبشكل أيضا. أستاذ أحمد الصاوي، ما مدى فرصة نجاح مثل هذه الدعوة؟ أعتقد أنه لو توفرت الإرادة أكيد هتنجح، وفي جميع الأحوال الدعوة خطوة كبيرة في هذا الأمر، وهناك استجابة على الأقل من المرجعيات الشيعية العربية غير المسيسة، نقدر نقول كده، اللي هي مهتمة بفكرة التقريب بين المذاهب بهدف توحيد الأمة الإسلامية من الناحية الفكرية، دون أن يحاول طرف أن يجذب الطرف الآخر إلى منطقته، يعني دون أن يحاول الأزهر أنه يفرض مذهبه أو يحاول الأطراف الأخرى أن تفرض مذهبه. الأزهر معترف بالمذهب الشيعي طبعا، الأزهر هو مدرسة وبيدرسه بين المذاهب، وعنده تراث كبير جدا في هذه المسألة، والشيخ شلتوت الله يرحمه عنده هو اللي أقر بتدريس المذاهب الشيعية. طبعا هو عنده، طبعا هو أقر بجواز التعبد المذهب الجعفري اللي هو المذهب الشيعي الأهم والأبرز يعني، وفي تراث كبير في مدرسة الإمام الأكبر بيحيي تراث مدرسة التقريب بين المذاهب وبيبث فيها الروح من جديد، وكان ده منطقي جدا لأنه كان طول الوقت في كلام على فكرة أنه الأزهر منفتح على الأديان، الأزهر بيدير حوار مع رجال الأديان، وكان لابد أن يكون هناك حوار داخلي إسلامي، وده ما جاش من فراغ، لكن طول الجولات الحوار الديني التي كان ينظمها الأزهر بالشراكة مع الفاتيكان، سواء من أول مؤتمر السلام في القاهرة في 2017 مرورا بالمحطات التالية، كان طول الوقت في تواجد للمكون الشيعي داخل القاعات وداخل المؤتمرات وداخل الجلسات وداخل الندوات، وكان في حوار مبدئي بيدور طول الوقت زي ما قلت حضرتك، خصوصا بين المرجعيات الشيعية العربية غير المسيسة أو المرتبطة بأي مشروعات سياسية سواء مع هذا الطرف أو ذاك. أعتقد حدوث مثل هذه الدعوة والاستجابة لي على نطاق واسع ده قد تؤدي إلى تبريد بعض المناطق الساخنة سياسيا يعني. بشكرك أستاذ أحمد، تفضل. الإمام كان واضح في الدعوة أن نتجاوز الصراع التاريخي، أن ننبذ هذا الصراع، وفي نفس الوقت أن نتصدى لفكرة الاستغلال المذهبي سياسيا في مسألة بس عدم الاستقرار في الدول والمجتمعات ومحاولة فرض نماذج سياسية بعينها استغلالا لمذاهب سياسية وإثارة النعرات الطائفية. يعني أنا قصدي الدعوة مكتملة من جميع جوانبها وتستوعب المشكلة الحقيقية في المنطقة التي نعيشها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر.